أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. علماء الاجتماع يقولون لو لم يكن الإنسان مزودا بالقلم لكان الإنسان يعيش عيشة بدائية حتى إذا كان مزودا بالبيان. لماذا أنه لو لم يكن الإنسان مزوداً بالقلم عاش عيشة بدائية؟ السبب واضح، لأن الإنسان إنما تقدم بسبب جمعه لمعلومات السابقين. إنما كان بسبب القلم، وإلا فرضاً ابن سينا جار الحياة هل كان يتمكن أن يقول كل تجاربه لتلاميذه؟ لنفرض كان ممكن. ثم التجارب التي جاءت بعد ابن سينا، هل كان من الممكن جمع التجربتين في إنسان ثالث؟ ما كان ممكن. لنفرض كان ممكن الإنسان الرابع، الخامس، السادس، السابع، ما كان ممكن. في وضع الآن هذه الحضارة التي نجدها نحن في العالم حضارة ألوف الأشخاص، إذا لم نقل حضارة ملايين الأشخاص. يعني فرضاً أنتم الآن تشاهدون هذا الكهرباء، وتشاهدون هذه الزولية، وتشاهدون هذه المسجلة. هل هذه تجارب إنسان أو عشرة أو مئة أو ألف؟ لعل إحدى تجارب مئة ألف إنسان. هذه المئة ألف إنسان تجاربها تجمعت حتى أتت بهذه النتيجة. فإذا لم يكن القلم، كيف كانت تتمكن أن تتجمع هذه التجارب؟ ما كان ممكن في وضع إلا إذا تبدل الإنسان وإنسان آخر. فإذا لم يكن القلم، حتى إذا كان البيان، كان الإنسان يعيش إنسانا بدائيا. يعني أنه إلى الآن نحن كنا في الكهوف، نحن كنا نأكل الثمار في الغابات، نحن كنا نصطاد اصطيادا ابتدائيا. لم يكن الحضارة بهذه الكيفية، ولذا الله سبحانه وتعالى مرتين في القرآن الحكيم أظهر المنة، ولو مرة أظهر المنة باللفظ، وأظهر المنة مرة بغير اللفظ، يعني بغير لفظ الامتنان. المرة التي أظهر المنة بغير لفظ الامتنان هذه الآية، اقرأ وربك الأكرم، يعني غاية كرم الله كانت في أي شيء؟ في أنه علم بالقلم. لم يقل هذه الكلمة لما قال بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، لأن خلق الإنسان من علق ولو أنه في غاية الأهمية، أما هذا الشيء لم يكن يسبب الحضارة، وإنما يسبب الحضارة القلم. ولم يقل هذا الشيء في كلمة البيان، خلق الإنسان علمه البيان، لم يقل هذا الشيء. هنا أضاف على هذا الموضوع قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هل آية مفصلة وشرحها وتفسيرها مفصل؟ لكن لست الآن أنا في صدد تفسير الآية وشرح الآية وتفسير الآية. أني في صدد شيء، وهو نحن بصفتنا رجال دين نحتاج إلى القلم، لأنه أكبر وسيلة هاجمتنا المستعمرون كان بسبب القلم، وأكبر شيء نتمكن أن نقف أمامه هو القلم. حقيقة كان الحق مع نابليون لما كان يقول أربعة أقلام ترهبني أكثر مما ترهبني مئة ألف سيف أو مئة ألف بندقية. يقولون إن نيكسون الذي أسقطه هي الصحافة،
رأيت مولاد مرتا وضع يقولون الذي أسقطه الصحافة الأمريكية هي التي أسقطه الرجل الأول في حكومة الأولى في العالم على ما يزعمون يسقطه أقلام كل مفسدة وكل مصلحة تأتي من الأقلام. افرض خطيب صعد المنبر الفلسفة 50,000 إنسان من المحتمل تحت المنبر هؤلاء 50,000 إنسان يسمعون كلامه ثم يقولون وهذا الكلام لا يبقى في آذانهم حتى من الألف واحد في واضح أو خطيب آخر في باكستان رشيد تراب المعروف كان يجلس تحت منبره نصف مليون في المكبرات وأنا شفت هذا الرجل في كربلاء قال له معيد خان كلش زارنا وزرته ولم توفي الله ولم يأخذ مكانه واحد بهذا المستوى هذا في باكستان كان يسعى للمنبر يجلس تحت منبره على المشهور ما يقارب نصف مليون نصف مليون استمعوا وتعجبوا واستحسنوا كلامه ثم نصفوا فانتهى كل شيء ودليل على ذلك اسم من هؤلاء الذين يجلسون تحت المنابر كم يحفظون من منابر الخطباء يحفظون شيئا صغيرا يحفظون شيئا مشوها لعل هذا الانسان المداوم من مجالس في الف يوم سمع الف قصه لكن من هالالف قصه هل حفظ 20 قصه؟ لا هل 20 قصه التي حفظها هل حفظها كامله؟ لا اما بالنسبه الى القلم هذا شعاع يبقى منذ احدى من القرون الان من عرف ابن سينا الى العالم ومن عرف نصر الدين الطوسي الى العالم ولعله جاء من ابن سينا ونصر الدين الطوسي الوف انما عرفه اقلام نحن نحتاج الى الاقلام بكثره مو بقله يعني شنو يعني لنفرض انه الاشخاص الذين جالسون هنا 50 انسان مثلا هل 50 انسان لو كل انسان اهتم اهتمام لان شيء بدون اهتمام يكسر اهتم ان يؤلف 100 كتاب في عمره وهذا شيء مكفر هذا الشيء الذي اقوله شيء متوسط 100 كتاب 50 انسان كم كتاب يصير 5,000 كل كتاب يطبع منه 10,000 كم كتاب يصير 50 مليون 50 مليون تعلمون أي ترجة تحدث في العالم 50 مليون كتاب في مختلف المستويات ومختلف العلوم ومختلف الفنون ومختلف القضايا تحدث وتصحح خطوط لأن الآن في العالم في خطوط خطوط غربية أكو خطوط شرقية أكو خطوط فساد أكو خطوط غير فساد أكو هذه الخطوط الموجودة في العالم من خطرها في أدمغة الناس حتى الإذاعة والتلفزيون والصحف والجرائد هي أيضا انعكاس عن الخطوط يعني الآن إذا إذاعة الكويت فرضا أو تلفزيون الكويت أو صحف الكويت بالمية 60-70-80 من الإذاعة والتلفزيون والصحف هي على الكتب مكتوب فالكتب لها دور القيادة في المجتمع لذا يجب علينا إذا أردنا الإصلاح من هذا النوع تقوية الأقلام والكتابة بمختلف المستويات ولا نصرف حتى قطرة من أوقاتنا اعتباطا لأن قطرة من وقتك أحيانا تدخلك الجنة وأحيانا تدخل الإنسان هذه القطرة النار قطرة واحدة أقول لكم شيء وهذا شيء واضح الحكومات العربية رؤساؤها مجموعا في أي حركة لهم لا تحدث ضجة بمقدار ما تحدث حركة كبيرة من الضجة في أي حركة واحدة
ما هو السر؟ يعني كلكم رؤساء الحكومات العربية اجمعوها وخلي يتحركوا أي تحرك سياسي اقتصادي اجتماعي أي شيء غير الحرب الطبيعة إذن وحده إذا يدخل المستشفى أو يخرج من المستشفى أو يقول كلمة أو يواجه مواجهة يحدث ضجة في كل العالم. بينما رؤساء الحكومات العربية للثانية والعشرين مجموعة لا يقدرون على ذلك الضجة. السبب لأن وراء ذيغ المليونان قاتل. مليونان إسرائيليين عندهم مليونان كتلة معهم. 2 مليون مش قليل، يعني بمقدار نفوس الكويتيين وغير الكويتيين القاتلين بالكويت مجموعة مرتين كتبوا في العرب في روسيا، في الصين، في أمريكا، في ألمانيا، في فرنسا، في كل العالم مليونان كتبوا. نظرا أخرى أن رئيس من رؤساء الحكومات العربية كأمل السادات فرضا كم كتبوا؟ على أكثر الفروض 11 خلافة. فإذا تحرك 10,000 كاتب يكتبون التحرك، أما بيغن إذا تحرك مليونان كاتب يكتبون التحرك. حتى دخوله في المستشفى وحتى خروجه عن المستشفى وحتى كلمته انتشر في كل العالم، تقدم الكتاب في كل العالم. هذا شيء لا يستهان به، وهذا هو الشيء الذي أعطاه وزنا في قبال وزن الحكومات العربية مجموعة. الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم هو حديث أنه كان يقول لأصحابه أحضروا معكم قلما ومحضرة تكتبوا كل ما أقول. لماذا كان يقول هذا الشيء؟ لأن هذا الشيء هو الذي حضر وأبقى. لماذا قال مداب العلماء أفضل من دماء الشهداء؟ بينما في الحقيقة الشهيد يعطي كل شيء وما وراءه بر. الشهيد يعطي كل شيء. أقول الحديث إن وراء كل بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس وراءه بر، لأنه أعطى كل شيء. لكن إذا شهداء البدر وشهداء أحد وشهداء الحسين وشهداء الحسن عليه الصلاة والسلام، يعني الحسن أيضا شهداء يقوموا به، وشهداء الحسن وشهداء علي عليه الصلاة والسلام، إمام أولئك إذا لم يكن وراءهم كتب من كان يحفظ لنا هذا الشيء اليوم؟ كانوا مثل الناس في مجاهل إفريقيا يعيشون ويموتون ويلتقون وينتفي كل شيء. لذا في الحقيقة الذي أبقى عمارا وأبا ذر وأبقى الحسن والحسين وأبقى الصادق والباقر هو كتب صلوات الله عليه وسلم، هم المؤلفون. بدليل أن مقدار ما ألفوا وما أبقوا وما كتبوا لم يصل. نحن نعرف من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما بعثوا، قبل ما بعث الرسول 40 سنة. أين هذه 40 سنة؟ 40 سنة رسول في قمة الفضائل ولا كلمة غير قصص صغيرة، قصة خلف الفضول وقصة الزكاة، حجر ركب أطراف الرداء وقصة فقط. 40 سنة على هذه الحياة، 40 سنة فقط هذا. نحن نحتاج إلى ألم وبكثرة، وهذا شيء إذا أخذنا بزمامه أخذنا بزمام العالم. لكن نحتاج إلى هذا الشيء، ويجب أن نعلم أن القلم له خلفيتان، مو قلم وغوثر، خلفيتان للقلم. الخلفية الأولى الخلفية العلمية. كثيرا ما أنا شخصيا أخذ كتاب أطلع الكتاب أشوف ما في شيء في أمان الله، وأحيانا مو مستعد أصرف 5 دقائق في هذا الكتاب. أحيانا أخذ كتاب وألتهم الكتاب من أوله إلى آخره مرة ومرتين وأكثر من مرة. خلفيات علمية مو قلم وبورقة، قلم الضبط، قلم خلفيات علمية. الخلفيات العلمية في زماننا وعلى نحن رجال الدين من أصعب الأمور. إنسان يعرف اللغة الفارسية، إنسان يعرف اللغة العربية، أنت الإنسان الذي تريد أن تصالح بين هذين تحتاج إلى اللغتين الفارسية والعربية.
يعني يجب عليك أن تستوعب اللغة الفارسية بكاملها واللغة العربية بكاملها حتى تتمكن أن تكون مترجماً بينهما. ماشي واضح؟ نحن وقعنا في ملتقى العصرين، عندنا علوم إسلامية هي علوم الحياة بكاملة من ألفها إلى يائها، وعندنا علوم عصرية هي أيضاً علوم متكاملة من ألفها إلى يائها. أنت الذي تريد أنه تصالح بين هذين وتجعل إسلاماً مفسراً تفسيراً صحيحاً تطبيقياً على العصر، تحتاج إلى شيء المقدس الذي في المسجد يصلي ويصوم ويكفر كل شيء حديث، هذا لا يحتاج إلى شيء قديم. والإنسان المتجدد الذي يضحك من كل شيء إسلامي أعلم من الله وانتفع عن الكفن للميت، هذا أيضا لا يحتاج إلا إلى الجديد. أما نحن الذين نريد تطبيق الإسلام وقواعد الإسلام وكليات الإسلام على العصر الحاضر في كل شبر شبر وفي كل خطوة خطوة، نحتاج إلى استيعاب العلمين لكي يعرفها. أنا مكرر شايف هذا الشيء، أمثل لكم مثالين، ومكرر سؤالته أيضا أنا شخصيا. السؤال الأول، كمثل نريد أن نبين احتياجنا إلى العلوم الإسلامية واحتياجنا إلى العلوم الحديثة حتى نكون نحن بمستوى المسؤولين. السؤال الأول، الآن أنا ما أريد أن أجيب عن هذا السؤال جواباً مفصلاً، وإنما أنا أريد أن أجيب جواباً إشارةً، وأن هذا الجواب لا تتمكن أنت ولا أنا أن نحصله إلا في بطون الكتب الإسلامية القديمة. السؤال الأول، هذا الحديث المشهور الذي كلكم سمعتموه وكلكم قرأتموه لعله مئات المرات أو أقل أو أكثر، أن الله خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء: يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلام. هل هناك إنسان لم يسمع هذا الحديث؟ أن رسول الله وصل بهذا الأمر. أنا سؤال مكرر وتسألون عنكم إن شاء الله مكررا إذا ما مسؤولين قبل، هل رحمة الله ولطف الله خاصة للرسول حتى لولاه لما خلق الأفلام؟ لماذا؟ سؤال عن رجل دين أسأل أنا وأنت، لماذا لولا رسول الله لم يخلق الله الأفلام والقوم والرسول على الرأس وهو أول شخص خلق الله وكل شيء؟ هذا ما كان رسول هل لم يخلق الله الكون؟ ولماذا هذا الشيء؟ أحيانا تسأل هذا السؤال من إنسان لا يرى نفسه بمستوى المسؤولية، يقول شرح الأسئلة، لكن أحيانا تريد أن تقنع بهذا السؤال وغير هذا السؤال أناس تحتاج إلى جواب. الجواب اللي أشير إليه قلت الآن لازم في سند الجواب، لأن منبرنا ليس منصبا على هكذا أسئلة وهكذا أجوبة، وإنما منصب على القلم. الجواب يقولون في العلوم الإسلامية وفي غير العلوم الإسلامية أن العلة على أربعة أقسام: علة مادية، وعلة صورية، وعلة فاعلية، وعلة غائبة. أي شيء يجب أن تكتمل فيه هذه العلل حتى يصنعها الحكيم؟ يعني قد يكون الإنسان عابد، الإنسان العابد يعمل علة، أما إنسان غير عابد يحتاج إلى علل أربعة. في أي شيء يصنع الشيء المصنوع يحتاج إلى علل أربعة. يعني شنو؟ كما نقول هذه الزولية تحتاج إلى علل أربعة. علة فاعلية يعني الفاعل الذي يصنع الزولية. علة مادية يعني الصوت الذي يصنع به هذا الشيء. علة صورية، صورة خاصة للزولية، لأن أحيانا أنت بالصور تصنع العباء
واحيانا تصنع القضاء، واحيانا تصنع الامامه، واحيانا تصنع الزوليه. فعل سوريه بطبيعه الحال، لان لكل شيء صوره خاصه. هذه دفعه ناتي الى العله الرابعه، العله الغائيه. يعني غايتك من هذا الشيء شيء. الله قد يكون يريد اللعب بالخلق الكون، والله منزه عن اللعب لا شك فيه. اي عاقل يصنع اي شيء اربعه اشياء: العله الغائيه والماديه والصوريه والعله الفاعليه، اربعه اشياء. تصور اي شيء، الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لماذا خلقه؟ العله الفاعليه هو الله، العله الماديه التراب والماء والاشياء الموجوده، والعله الصوريه بهذه الصوره، يعني الله كان بامكانه أن يخلق الأرض مسطحة، أن يخلق الأرض مربعة، أن يخلق الأرض مكعبة، أن يخلق الأرض مسدسة، مختلف الصور، لكن خلقها بهذه الصورة الاستدلالية. هذه علة شنو؟ علة صورية، يعني في صورة خاصة، لأن أي مادة لا تصب إلا في صورة خاصة. هل يمكن أن يكون هناك مادة بلا صورة؟ المدرسة التي تصنعها إما مربعة وإما مدورة وإما مطولة وإما مقصرة وإما الحجر مسدسة أو مثممة أو مثلثة أو مربعة، من غير المعقول أن تكون مادة بلا صورة. فالعلة الصورية يجب أن يكون للشيء العلة الفعلية، العلة المادية، العلة الصورية، العلة الغائية. العلة الغائية، لماذا صنعت المدرسة؟ إذا إنسان صنع مدرسة في مكان ما هو طالب علم ديني، غير هذا النهج، وغير يقال لهذا الإنسان شو هذا القناعات وصرفات وتجديد الكهرباء، تصنع المدرسة في مكان لا طالب للعلوم الدينية فيها أو العلوم الحديثة ولا غير أنه كان عادل. وهل تقول لهذا الإنسان الذي لم يصنع المدرسة لماذا ما صنعت المدرسة؟ يقول عبث، هيأت مائدة ضخمة، ظهرناك إلى دارك نرى أن مائدة ضخمة أكو في دارك، لماذا هيأت مائدة ضخمة؟ قلت عمي غير مائدة ضخمة تهيئ لقاتلين، لا أجب أن تقول لك الحق وتقول أن هذا لاعب عابث لا يفهم. لو أن الله تعالى خلق الكون كله ولم يخلق الإنسان كان عابد. شنو عابد الكون؟ أنهار وأشجار وثمار وآب ومطر، شنو عابد؟ فالفائدة الإنسان، والإنسان فائدته الإنسان الأعقل، لأن الإنسان الأعقل هو المستوعب. غير العقل لا يستوعب. سمعنا المدرسة الآن فرضا، لكن جئنا بالمدرسة بأناس مو من أهل العلم، مو من أهل العلم يحتاجون، أو صنعنا دارا ضخمة جئنا فيها بجماعة من الحمير، حمير حقيقي حمير، من حمير من يحتاجون إلى الدار، الثيران والحمير وما أشبه، إنما يحتاجون إلى الغرف وإلى الكهرباء وإلى الماء الحار والبارد. إذا حللنا هذا التحليل البسيط الموجود في الكتب الإسلامية، لأن الكون بلا إنسان عبث، يعني بلا عاقل، والعاقل بلا أعقل عبث، يعني يحتاج إلى أعقل يستوعب. نحن عقلاء لكن لا نستوعب الكل، إنما نستوعب البعض، يحتاج إلى استيعاب الكل. فإذا ما كان هناك من يستوعب الكل، كان صنع هذا الشيء بهذه الكيفية وبهذه الصورة عبثا. لكن هذا كيف أنت تستوعبه بعد 20 سنة من الدراسة؟ تستوعب الخلفيات اللي قلنا، ألم نحتاج إلى خلفيات؟ خلفيات إسلامية وخلفيات حديثة. نأتي بالمثال الثامن بالنسبة إلى الخلفيات الحديثة، وقلنا الآن في شرح هذه الأمور وإنما في مثال. المثال الثاني، أنا سامع مكررا هذا الشيء وأنتم سامعين مكررا، والله أنا قسم من أصدقائنا وما أريد أن أسميها.
هؤلاء كانوا يقرؤون هذه القصة فوق المنابر ويحدثون هذه القطعة من القصة، لأنهم يرون أن هذه القطعة من القصة غير ملائمة للأركان الحاضرة، يعني الأركان الحاضرين في مجلسهم، وأنه يوجب تشويشا وسؤالا وجوابا. فكانوا، أنا سمعت عنهم ولعل بعضكم أيضا سمعتم من بعض خطبائنا الله يرحمهم، أنهم كانوا يحدثون هذه القطعة من القصة، بينما أنا أظن أن هذه القطعة من القصة هي روح القصة. القصة شنو؟ القصة معروف وكلكم لعله عشرات المرات سامعين أن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام في بغداد، المأمون العباسي مر على الإمام الجواد وهو صبي صغير وسأل من الإمام ما في يدي. الإمام قال له إن الله سبحانه وتعالى خلق الأبحر في السماوات، وهذه الأبحر هي التي تكون فيها الأسماك وبزاة الملوك، بازي بازي جمعه بزاة، سكر يسمى بازي أيضا وجمعه بزاة، غزاة الملوك يذهبون ويأخذون ويصطادون هذه الأسماك وتجعلها الملوك في أيديهم ليمتحنوا بها أولاد الأنبياء. هاي القصة المشهورة المعروفة. كان بعض أصدقائنا، مو بعض واحد، بعض متعدد منهم، ما يقرؤون أنه إن الله خلق في السماء البحار. هذا يخرج ما خلق الله السماء بحار، فكيف أن غزاة الملوك كانوا يذهبون ويأخذون من تلك البحار الأسماك ويمتحن الملوك بسببها أولاد الأنبياء؟ كان يحدث هذه القطعة من القصة إطلاقا. وإنما يقول شنو القصة؟ يقول أن الملوك يذهبون إلى الصيد ويصطادون بسبب غزاتهم الأسماك ويمتحن الملوك بسببها أولاد الأنبياء. بينما أنا أظن أن هذه القطعة من القصة وهي أن الله خلق في السماء البحار، هاي معجزة من معجزات الإمام الجواد لا تماثلها معجزة. لكن هذا شيء يحتمل العلم الحديث. العلم الحديث ماذا يقول؟ في كل الكتب المدرسية موجود. لكن إنسان المو مطلع على هذه القطعة مهما تكون، إما أنه عاجز وإما أن يقول بأنه هذه القطعة غلط، وإما أن يقول نرد علم هذا أهلها، وإما أن نقول في المستقبل يأتي انكشاف. بينما هذه معجزة. المعجزة في الكتب المدرسية موجودة ثانوية وغير الثانوية، مش واضحة. أنا كما أجي أقول أنت إذا ما تستوعب الكتب الحديثة لا تتفكر أن تجيب عن هذا الشيء في وقت، وهو أنه الشمس على طول الخط تدور حول الأرض، أو الأرض تدور حول نفسها على المعروف، ما علينا بهذا الشيء. والشمس هي مصدر المطر. شو مصدر المطر؟ لأن الشمس بسبب إشراقها على البحر تتصاعد من البحار الأبحر، وهذه الأبحر هي التي تنزل مطرا إلى الأرض. في قصة معروفة، حتى هذا الشيء في القديم كان معروف، ولو أنه مو معروف عموما، قسم من الفلسفة الفلاسفة كانوا يقولونها، ولكن مو عمومية، لكن أراء عمومية. الآن تصور الكرة الأرضية، ولنفرض أنها تدور حول نفسها وأن الشمس تدور حولها. هل تعلمون أنه في كل يوم أكثر من محيط الأرضي؟ وهذا الجغرافيا، تاريخ الجغرافيا وجغرافيا التاريخ يقولون هذا الشيء بكل صراحة. كل يوم أكثر، كل يوم يعني كل ساعة، مو كل يوم، على طول الخط تشكل الشمس المشرقة على البحار أكبر من محيط الهادي ماء متصاعدا في السماء تدور حول الأرض على طول الخط، يعني على طول الخط أكبر من محيط الهادي دار حول الأرض على طول الخط. الجواب لا، لأنه يوميا أكون في حوض الكونغو وفي باكستان الشرقية
وفي لندن وفي قسم افريقيا يوميا ملايين ملايين الاقلام الماء ينزل يوميا. عندنا نحن عندنا صيف وشتاء وبعض الاحيان ماء وبعض الاحيان مو ماء. اما اذا قراتم جغرافيا رايتم في حوض الكونغو وفي غير حوض الكونغو يوميا ملايين الاقمار ينزل من السماء، يعني بحر كمحيط الهادي واكبر من محيط الهادي دائما في السماء يدور حول الارض. حتى ان الانسان الذي يخرج من الكره الارضيه ويرى الكره الارضيه يشوف الكره الارضيه ولها حزام من ماء، حزام من ماء بامتداد يعني بحر واكبر من الماء. هل بحر الكويت يشكبونه؟ أكبر من بحر الكويت عشرات آلاف نظر. هذا على طول الخط بين الأرض وبين السماء وتدور حول الأرض. هذا الشيء بطبيعة الحال هذا يحتاج إلى قسم من العلوم الحديثة حتى تؤلفه وحتى تكتبه، هذا أولا. ثم الشيء الثاني محقق في العلوم الحديثة أنه أحيانا ومو أحيانا يعني أحيانا في السنة مرة، يعني في كل يوم مرة في مكان من الأرض يقع فراغ وتخلخل. بمجرد أن يقع الفراغ والتخلخل كل الأجسام التي في الأرض تتصاعد للسماء. الآن نحن بضغط الهواء باطننا، لأن كل إنسان على جسمه أقنار من ضغط الهواء، ولعل قسم منكم قرأتم بكتب المدارس وغير المدارس. يعني الآن أنا الإنسان الآن أن ضغط الهواء إذا توحر من جسمي تلقائيا جسمي يصعد للسماء. فأقنان من الهواء يضغط علي حتى أنا باقي هالشكل، وحتى هالمدرسة باقي. يعني الآن هالأقنان من الهواء إذا الآن ما ضغطت على المدرسة في لحظة واحدة المدرسة تنهار. مو المدرسة تنهار، أكبر عمارة في نيويورك تنهار، في لحظة لحظة. حتى التجويف السمائي يسبب صعود هذه الحيوانات مع الأمطار على طول الخط، ولذا مو أحياناً على طول الخط في كونغو، باكستان الشرقية، لندن، هالأماكن إفريقيا تنفر الأسماك مثل ما تنفر المطر على طول الخط الشرقية، ولا يحتاج ليوم ولا ساعة، لأنه وقت تخلخل جوفي على طول الخط في الأرض يصير تخلخل هوائي وتصعد الأسماك وتصعد الزلحفاظ وأحياناً تصعد المطارات. في ألمانيا كنت في المدرسة مع اللي قرأتهم وما قرأتهم صار درجة التخلخل الهوائي في ألمانيا قطار بكامله صعب. لكن هذا الشيء يحتاج إلى دراسة الهواء ويحتاج إلى دراسة الماء والمطر. إذا ما عندك دراسة الهواء والمطر وطبيعة الحال تقف أمام هذا الشيء عاجزا أو تقول بأنه كذب، بينما هو إعجاز، إعجاز قرآني ويعني القرآن ما يعني نفس القرآن بطبيعة الحال، يعني إعجاز ما قلت بالقرآن وبالإسلام. فنحن نحتاج أولا إلى خلفيات علمية. هذا الرجل أنا في الحقيقة غيري، مو أنا فقط، وإنما أمثالي لعلهم في البلاد العربية ملايين، وأنا ما أريد مثال أبدا، وإنما أريد مثال. مصطفى محمود كتبه تلتها في الأسواق، تلتها كتب مصطفى محمود المعروف. الواقع أنا طلعت على كتبه، ومن جملة الكتب كتاب جميل جدا وهو كتاب حوار مع صديقي البولي، وعنده كتاب لماذا رفضت الماركسية. أنا في الحقيقة في كتابه بصورة خاصة أبين في حوار مع صديقي الملحد، أنا طلعت من أوله إلى آخره، رأيت هذا الرجل لماذا وصل إلى هذه القمة، ودائما هو مضاف من قبل الإذاعات العربية وغير العربية حتى يلقي فيها، لأن هذا الرجل وصل إلى دكتور في العلوم الحديثة، يعني شنو يعني ست سنوات ابتدائية، ست سنوات ثانوية، ست سنوات جامعة 18 سنة، سنتين ماجستير 20 سنة، أربع سنوات دكتور 24، يعني هو 24 سنة دارس منظم على نحو أحدث الدروس العصرية. إلى جنب ذلك راجعوا هذا الكتاب مالي بصورة خاصة وهو كتاب حوار مع صديق الملك. هذا كتاب إنسان مستوعب العلوم الإسلامية، مو فقط القرآن، وإنما يستشهد إشكالات في الحقيقة ما في حلها إلا في الكتب القديمة، وأحيانا يسمي يقول هذا في فلان كتاب، هذا كتاب ابن سينا يجيبه، يقول هذا في فلان كتاب موجود،
رجعوا في قبل الشيء. ولذا إنسان وقت يشوف يتابع ويشوف على أرض أي مستويات قبل الفكرة. فهذا القبل ده لا شك. حوار مع صديقي الملحد. يأتي بكل القصص المورد النزاع بين القديم وبين الحديث، بين الملحدين وغير الملحدين، ويحللها تحليلا اسلاميا عقليا. لكن هذا الرجل على اقل تقدير 24 سنه دارس، وعلى اقل تقدير 13 سنوات مطالع الكتب الاسلاميه القديمه. ياتي بالميزان الطلعه من الكتاب ما له حوار مع صديقي الملحد. رايت هذا الكتاب في الحقيقه ما عندي عليه الا نقطتين وثلاث فقط. يعني نقطتين وثلاث نقاط اجتهاديه خلاف بيني وبينه في فكري يعني فقط. وإلا كتاب في أرفع المستويات قدمه، لذا أنه يطلع من هذا الكتاب ثلاث مرة نصف مليون قدم، نصف مليون للبلاد العربية تقدم، إذا مليون يطلع منه، ويوزع من أخير ليبيا إلى أخير العراق. لماذا تشتري؟ هل الناس عاشقين لمصطفى محمود؟ أو كان هو ملك والهول وجع سيدا مبحث الفن، وما أريد مبحث أبدا أبدا، ما أريد مبحث، وإنما أنا أريد أن أبين مستواه. طبيعة الحال الإنسان عاشق للشيء الجميل، لا شيء الجميل بينما فلان كتاب يشوف من المكتب هو ومؤلف. أحيانا في الحقيقة أنا أطلع من الكتاب أريد أحصل فيه ثالث موضوع جميل مرة، بينما أحيانا الإنسان يطلع الكتاب يشوف كل موضوع فيه الجميل، كل موضوع فيه الجميل ليس اعتقادا، إنما وراءه سحر، وإنما وراءه سحرات، وإنما وراءه أفكار، وإنما وراءه تحليل، وإنما وراءه جمع بين القديم والحديث، يطلع بهذا المثل. هذا الرجل أخذ بمثل اسمه نحي الدين ما أدري شنو، عبد الحليم نحي الدين، هذا رجل وزير في مستوى وزير في مصر. أريد أن أمثل مثال لمين الشيوعي؟ مصطفى محمود كان مهاجم، خالد محمود لأنه كان مهاجم في أحد السلطان هذا. هو هذا الرجل خالد محي الدين كان خالد صفحة كاملة من مجلة جريدة الأهرام وغير الأهرام نشرها ضد يؤيد الشيوعية. مصطفى محمود كتب كتاب اسمه لماذا رفضت الشيوعية مركزية، رد على هذا الكتاب. هو هذا الرجل ووراءه الاتحاد السوفيتي كلهم ما تلقوا خلاص قلت انا قال المحيطين وحده وراءه الاتحاد السوفيتي لان تحقيق منهم لا شك فيه. لماذا هذا الرجل فكر هذا؟ لان في الحقيقه انا طلعت الكتاب شفت كل موضوع ان يقوله مركز وقديم وقلت انا ما امدح مصطفى محمود ابدا مو في قسمته لكن في قصد أنه إذا كان الشيء بمستوى يتمكن أن يحطم عقلية مكان كبير ووزعه في توزيع عام وهدده ووهدتني أرد على الحرب. مثل أنه ترد واحد بيده بندقية، ترد واحد عنده دبابة يجي دبابة، الشخص الذي بيده البندقية تلقائيا يقرر كويس ناس. ترد رجل كان في إيران اسمه الدكتور براون. أما الدكتور براون يعني قصمها قبل 20 سنة. كان يستشهد إشكالات شيوعية على الإسلام. لكن إشكالات مركزة كانت الدكتور أيضا كان هو دكتور كان شيوعي وبالإضافة إلى ذلك فاهم العلوم القديمة أيضا. كتبه هي غالي هذا كان يستشهد على إشكالات ماركسية على الإسلام مركزة مو تهريب لأنه تهريب وأكو إشكالات مركزة. السيد الموجودي الله يرحمه في وقته أمر سيد محمد حسين الطبقاوي صاحب الميزان أن يرد على هذا، لأن هذا بالجامعة أحدث وجه هذا الدكتور براون في جامعة طهران وجامعة الأماكن اللي كانت جامعة ذات اليوم مثل جامعة إصفهان وما أشبه، هذا أحدث وجه إشكالات منطقية جميلة على مستوى الجامعة. الجامعيين كانوا يأتون يسألون عن أشخاص من رجال الدين وغير رجال الدين، بدون يقفون ويتمكن من الجواب. وكتبه مطبوعة هذا الرجل، دكتور براون أبو براون أو مثل براون، قال له دكتور إيراني. إجوا نقاط الاستغاثة توجه إلى سيد البروجي في ذات اليوم. فلان إمام مال فلان مسجد، وفلان خطيب، وفلان عالم، وفلان مثقف، وفلان مهندس، متدين، يقول سيدي موجود في فلان، يقول ما تجي
ونحن نعرف ما هو كان ديني، لأن هو أخذوه بطاقة الشيوعية والسجن، وهو شيوعي عشان يصرح الشيوعية. ناس شيوعيا فاهم، فاهم يعني كيف؟ السيد المولدي جالس مع حسين صاحب الميزان أن يرد هذا الرجل. سيد محمد حسين رده في 5 مجلدات كتاب اسمه رويح رأليس، موجود كتاب مكتوب في الفاتحة. لما خرج هذا الكتاب وانتشر على مستوى الجامعات انتهى كل شيء من براءه. كان اشكالاته يجي اشكال يجي، لكن على مستوى سيد محمد حسين الطبائي كان يتمكن من جوابه. مو على مستوى الدكتور، لان هو ايضا على مستوى دكتور كان يستشكل. انه قد يكون انت على مستوى انسان حباد يستشكل، وانت على مستوى انسان طالب ابتدائي تجيب. لكن قد يكون فرد انسان دكتور براون يستشكل في هذه الصوره. هي قصه اقول قبل 20 سنه تقريبا في زمان سيد الدكتور. بعد هذا الكتاب اللي طلع مثل تسلم اقوى كالشاطر على فرد مقال تضارب. تبين كله قدر الكلام نحن بحاجة إليه، لكن كلام وراءه خلفية علمية. الذين يستشكلون على موضوع المرأة وعلى موضوع الوعي وعلى موضوع القرآن وعلى موضوع الإمام المنتظر وعلى موضوع الدعاء وعلى موضوع كذا وعلى ألف موضوع وموضوع، وعلى موضوع الاقتصاد الإسلامي وعلى موضوع السياسة الإسلامية وعلى موضوع التربية في الإسلام وعلى موضوع الاجتماع في الإسلام. هذول اللي الآن يستشكلون أرفع الأقلام الغربية والشرقية، أرفع الأقلام وراءهم حكومة لا شك. أولئك يريدون تأسيس أنفسهم وأولئك يريدون تأسيس أنفسهم، والأقلام مسخرة لهم، أرفع الأقلام تحملهم. أنت كيف تتمكن أن تحفظ الشباب والدكاترة والجامعيين والبروفيسوريين وما أشبه، كيف تتمكن أن تحفظهم إذا لم تكن في مستوى فكرتهم وعقليتهم بالإضافة إلى الإسلام؟ ولدهم وكذا صدقوا أنه هو القوة المعقلية بالحوار والمنطق المعقلي، هو وراءهم لا شك فيها، لكن هم بالحوار والمنطق المعقلي. أنت أقدم على حوار ومنطق أجمل من حوارهم ومنطقهم تلقائيا خاضعي. الإمام أمير المؤمنين في نهاية البلاغة عليه الصلاة والسلام يقول كلمة جدا جميلة، يقول الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. الألم بحاجة إلى خلفيات علمية، خلفيات علمية من العلوم الحديثة والعلوم القديمة. لماذا العدد بينهم؟ لأنك تريد إقناع هؤلاء وهؤلاء. الإنسان الذي هو يريد تسيير الحياة في العصر الحاضر يحتاج حتى مع المتدينين حتى يتقدموا قليلا، وحق إقناع المثقفين الجدد حتى يسمو قليلا. يعني الإسلام سمو، هؤلاء منخفضون يحتاجون إلى سمو. فأنت الذي تريد أن تكون مترجما بينهما، أنت بحاجة إلى أن تستوعب علميهم. إذا استوعبت علميهما وكان لك قلم جميل تتمكن أن تؤثر في الواحد من أصدقائنا. قلت أنا مو في مقاس نفع أحد الآن أبدا، لا نفع ولا أبدا. قاضي أصفهان إجا فلسفة وصعد المنبر في مسجد السيد، يقول مسجد السيد ما رأيناه ممتلئا إلا هالمرة فقط، وكلهم من داخل البلاد خارج البلاد طبقات البلاد. في مسجد السيد ابن السيد شايف مسجد السيد أكان تقديم يقولون 50,000 إنسان، يا 50,000 إنسان 10 ليال يحضرون الحقيقة قليلة يا جار. ثم يسيطر، لأنه من الممكن أنا أقرأ وما أسيطر، لكن أقرأ وأسيطر على 50,000 إنسان من دكتور إلى عالم إلى مثقف إلى طبيب إلى مهندس إلى طبقات. الطبقات الرفيعة دائما إذا شافوا الإنسان اللي يقرأ شافوا يقرأ عافية أحدهم يأخذ يتكلم على الآخر وانتهى كل شيء. أذكر أن محمد الإمام من المؤمنين جاء خطيب وراء المنصة وإذا وجه المجلس هو يحكي هؤلاء يقول يعني الناس مو مستعدين يستمعون إلى شيء لا يستطيعون منه. طبيعي. إذا كتب قلمه
أيضا يقطع الجوار الشاطئ وما أشبهه. فنحن بحاجة إلى قلم، والقلم بحاجة إلى الخلفيات العلمية. وقلت أن هؤلاء الجالسين فمثل لنفرض 50 إنسان، هل 50 إنسان إذا كل واحد منهم ألف 100 تأليف وهذا تأليف متوسط؟ يعني ما بالغت أنا الآن أكتب في العالم هناك تأليف من 300-400 تأليف في مصر أكتب في إيران أكتب في مصر أكتب، هذا شيء ممكن. فمية تأليف كل تأليف لنفرض ونصف مليون يطبع منه 10,000 يطبع منه، لا تأليف إذا كان بمستوى يطبع من 10,000 50 في 100 في 10,000 يعني ايش قدر؟ يعني 50 مليون. 50 مليون يطلب الشقة لا شقة، كما هم أحدثوا ضد إسلامنا واقتصادنا وسياستنا ومرأتنا وقرآننا وديننا. ضاق الله بالضاق شابا أحدهم عبد العزيز الأسير قالوا احنا رحنا إلى فلان بلد يفطر الصوم فيه في رمضان حتى خجلنا نحن أن نقول احنا صائمين، شفنا العيون تأكلنا أن نقول صائمين. غير هذا المتحكمات الغرب والشيعة غير إسلامي غير الإسلام بالبلد، تحكم على الصوم وعلى الصلاة وعلى المرأة وعلى العالم وعلى الدين وعلى الخطيب وعلى القرآن وعلى كل شيء من المقدسات تتحكم غير الغرب والشيعة. هذا التحكم من يتحجم أقلام رفيعة دكتور وأربع من دكتور من يرفع له؟ إذا نحن تمكننا من الرد صدقوا يسقطون، لأن الكلام مثله مثل السلاح، إذا رأى سلاح حتى أقوى من سلاح طرف يقول الإعلام يسحب نووي في العالم خوفا، اتفقوا اسمها الردع النووي، لأن روسيا تخاف من أمريكا فهنا ماشي عدل، أمريكا تخاف من روسيا لأنها معدل ولذا لا يتعدى أحدهم على الآخر. أما إذا كانت دولة صغيرة ما عدل يتعدون عليه لأن يخافون. نفس الشيء أكو قلم وسلاح، سلاح البيان وسلاح القلم، إذا شخص عندك أقلام قوية يخافون من نفسه القوي أقلم يحسبون لك حساب، وبلا حساب يأتون. إنسان جالس في بيته واعي النصف أقلم يحسبون له حساب لما يريد أن يدخل، أما إذا نايم لا يحسب له حساب. ولذا في هذه الآية المباركة الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، لما قال خلق ما مدح نفسه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ذكر أحد المستويات للإنسان العلق وأرفع المستويات للإنسان وهو إنسان كامل. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، لما أراد أن يبين التعليم بالقلم وصف نفسه بالأكرم هو الكريم. يا أيها الإنسان ما غرّكم في ربك الكريم، لكن الوقت في مقام نجاته من النار الله يسمي نفسه الكريم ما يسمي الأكرم، لأنه مو أكرم هنا، هنا أكرم لأن هنا هو الذي يسبب الجنة ويسبب السعادة، القلم هو الحضارة. إذا حضر ما هو مش عميل أنا جاء أستخدم له والمتقون الأئمة تشرب مثل الدواب. إذا قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، شوفوا أصلا ربك الأكرم تحكم هنا لهذه الخاصية، وإلا اقرأ والله علم بالقلم جاب وربك الأكرم، يقولون كلمة أكرم عم جاب لأنه من التربية، ما قال والله الأكرم، قال وربك الأكرم، لأن التربية الحضارة تربى تربية وتتصاعد تصاعدا حتى تصل الحضارة إلى مستواها الأرفع وهو القلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.